اتفضل. اللي حصل ده شيء خطير جدا يا نادر. التجار مش هيعرفوا يعوضوا الخساره قبل سنه على الاقل. ده غير الامر المؤسف يا مولاي، الدم مغطي ارض الشارع. حاجه جديده وخطيره. لو يا نادر، هما الاهالي جابوا الخناجر دي كلها منين؟ بصراحه يا مولاي انا متخوف من رد فعل الاهالي. ولي القاهره الجديد لازم يكون ايده نظيفه وهمته عاليه. لازم الوالي الجديد يشتغل على 3 محاور فورا، يرجع البضائع لاصحابها ويقبض على اللي خطفوا الوالي، ويقتل في مكان الجريمه كل مملوك بينهب من السكان والاهالي. ايه رايك؟ كلامك كله فطنه وذكاء يا مولاي، فعلا الامر محتاج لرد فعل سريع. لو قول لي يا نادر، انت حددت موعد جوازك؟ انا في انتظار اوامر مولاي السلطان. مبروك. اول ما تخرج من هنا تروح عند خطيبتك وتقول لها مبروك. قول لها حرم والي القاهره الجديد في عهد السلطان قيتباي مهمتها الوحيده انها تسعد جوزها. هبلغها في الحال يا مولاي. استلم عملك الجديد، انزل البلد، مشي قدامك منادي يعلن للناس انك بقيت الوالي الجديد. رجع المنهوبات لأصحابها وطيب خاطرهم. أوامر مولاي السلطان. أنا ثقتي فيك كبيرة أوي يا نادر. كفاية على البلد اللي شافته. مش عايز أصحاب مصالح زي قنصوة، ولا سفاحين زي بظلم. يلا يا بنات، يلا يلا، كل واحدة تروح تشوف هي بتعمل ايه. يلا وانا هطمنكم يا قهرمانة. في صوت كسر جوه. طب يلا خلاص انا هطمنكم. يلا مولاتي افتحي يا رجل شان. قالوا لي انه في صوت كسر، لقيت وجريت جري. هو مولاي المعظم ضايقك في حاجه؟ انت جايه تتشفي بيا يا جلشان؟ تشفى؟ تشفى في ايه ولا في ايه؟ في جبروتك اللي ملوش حدود؟ ولا في الخوف اللي انت معيشاني فيه طول الايام دي وعماله تضغطي على كل عصب جوايا عشان تمشيني زي ما انت عاوزه؟ زي ما انت عاوزه تمشي كل الدنيا يا خسيسه. ما تتخطيش حدودك معايا اكتر من كده. لو كنت نكره الجميل يا كل بهار، وكنت خاينه وقلبي مليان شر، كنت انا قلت لك معنى الكلام ده. لكن انا الخيانه والخسه مش من صفاتي. كلكم خاينين، كلكم بتلعبوا من ورا ظهري علشان تاخدوا كل حاجه. لكن لا، جلبهار برضه هتفضل جلبهار. انت مسكينه وصعبانه عليا قوي. امشي اطلعي بره. ما انا هطلع بره فعلا، وهطلع بره القلعه دي كلها، وهروح عند بيتي الجديد. بيت جديد؟ ايوه، بيت ولي القاهره. بيت بظلم. بظلم مين؟ ما راح وراحت ايامه. انا رايحه بيت نادر، بيت ولي القاهره الجديد. هو نادر بقى والسلطان وافق لكم على الجوازه؟ يعني نادر بقى والي القاهره
وانتي هتتجوزي اللي بتحبيه، وكل واحد فيكم وصل للي هو عايزه، وانا والبهار هقضي بقية عمري هنا في الحريم. طلعي الشر اللي جواكي وانتي توصلي للي انتي عاوزاه. الشر عمره ما هينتصر على طول يا جلبهار. اسمعيها كلمة من واحدة كانت في يوم من الأيام مخلصة ليكي عن حب وعن رعب. اخرجي وسيبيني يا جلشان. عموما أنا جيت أودعك قبل ما أطلع من القلعة وأسلمك أمانة كنت شايلاها عندي، بس دلوقتي ما بقتش تلزمني ولا هتقدري بعد النهاردة أنك أنت تخليني أستخدمها عشان تحققي أغراضك الشريرة. إزازة السم دي بتخصك، ولو عوزتي تستعمليها يبقى استعمليها بنفسك. ربنا يهديك يا جلبهار ويحميكي من شر نفسك. انتي بتكلميني كده ازاي؟ انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انتي مجرد وصيفة عندي. نسيتي؟ ما نسيتش، بس اكيد حنسى لما حكون في حضن نادر جوزي وحبيبي ووالي القاهرة الجديد. بره بره. ازازة السم عندك بيشيليها عشان محدش يعتر فيها. حصل يا كهرمانة. أمال أنا أعمل إيه؟ أنتِ يا سبحان الله، معرفش بتجيب القوة دي منين؟ أمال أسلم وأرضى باللي حصل لي؟ أقعد وسط الجواري آكل وأشرب وأنام؟ لا لا يا جناب الأتابك، شرب الخمر والغياب عن الوعي مش هما الحل بالتأكيد. إحنا لازم نفكر، لازم ندور على اللحظة المناسبة اللي نسترد فيها كل شيء. اللحظات بتمر عليا زي الخناجر مغروزة في القلب، شوك في الحل. بطل بقى ضعف واستسلام وفوق معايا شوية، خلينا نفكر ازاي نخلص منهم. نخلص؟ نخلص من مين ولا مين؟ من الكل. جلشان ونادر وكبير البصاصين ومساعدين الأتابك وقايد باي. قايد باي؟ أيوة قايد باي، لازم نخلص منه. انت الوصي على ابن محمد ومش هيقدر يشيل الوصايه دي بالسهل، وقبل ما يفكر يعمل كده لازم يموت، وتبقى انت الوصي على العرش على ابنه الاهبل، واللي انا بزود في هبله اكتر. يعني انت تبقى الحاكم فعلا وانا جنبك اساعدك في كل خطوه وفي كل شؤون الحكم. ما تشربي لي القنينه. اشرب. اسمعني بقى وبطل هلوسه. انا هوصل للعثمانيين ان بعد دخولهم مصر يطمنوك على الاخر، يخلوا الوضع على ما هو عليه. يعني انت الحاكم الفعلي وانا جنبك بعد ما نساعدهم في دخول مصر. بقى ده منظر بني ادم يقعد على العرش؟ ومش عايزين العثمانيين يدخلوا مصر يا مماليك.
أتحالف مع مين بس؟ مع مين؟ يا ساتر! حضرة جناب القهرمانة خرجت من الصبح بدري من القلعة وراحت فين؟ أنا يا مولاي؟ وفي قهرمانة غيرك في القلعة دي ولا إيه؟ سألت عليكي ما لقيتكيش، تعجبت. هو أنت بقيتي تخرجي من غير أوامري ولا إيه؟ اللي بلغك إنه ما لقانيش كذاب يا جناب السلطان، لأنه ما تعبش نفسه في البحث عني كويس. هو أنت شغلك في القلعة بحالها ولا إيه؟ أنت عندك مهام محددة في الحرم وبس. مظبوط يا مولاي السلطان، لكن الأمير محمد ربنا يخليه أحيانا بتكون لي طلبات خاصة شوية. الأمير محمد ولي العهد اللي هو بعهدة قنصوة، أنا شايفك اليومين دول مهتمة بيه خالص. ابني مولانا السلطان زينة القلعة والكل لابد يحطوه في عينيهم. إحساس نبيل وشعور عظيم يثبت ولائك ووفائك يا قهرمانة. مولاي لابس بدلة الميدان ليه؟ هي حانت اللحظة وهتأدب ابن عثمان؟ لا يا قهرمانة، لسه ما حانتش اللحظة الموعودة اللي نكون فيها أقوياء ونكسب كل المعارك. مجرد تدريبات نحمس فيها الجيوش. في رعاية الله، دايما منصور. سلطان بلا رعب وخوف. انت مش خايف حد يشوفك؟ قائد باي راح الحدود يفتش على العسكر، قدامه يومين على الاقل عشان يرجع. لما العسكر يعملوا تدريباتهم على الحدود أحسن ما يعملوها في الدكاكين وينهبوا الأسواق. يعملوها مطرح ما يعملوها، أنا مبسوط كده. أنت السلطان مش قالك تلزم بيتك؟ وحشني منظر العرش يا جلبهار. يا حبيبي يا عرش القلعة، حبيبي مستنيني زي أنا ما مستنيني. شفت نفسك على العرش؟ العرش لايق عليا اكتر من قايتباي. دي تهيؤات السكر. اذا كان هو سلطان النهارده انا قنصوه سلطان بكره وبعده كمان. بس خد بالك من حاجه مهمه قوي، السرقه والنهب والطاعون خلوا خزاين البلد فاضي. بص يا قنصوة، لو لقيت حلمك اتحقق في ثانية وبقيت صاحب العظمة الأول سلطان مصر كلها، قولي هتعمل ايه في موقف عصيب زي ده؟ الحل بسيط يا جلبهار، طول ما مخ قنصوة بيشتغل يبقى كل شيء تمام. أزود حاجات ونقص حاجات. هتزود إيه وتنقص إيه؟ هزود يا ستي خراج الأرض. ده الفلاحين مش قادرين يدفعوا دلوقت وبيهربوا من الأرض لحد ما خربت، هيدفعوا لك بس منين؟ مش هيدفعوا لنا. أمال لمين؟ للكرباج. الكرباج يا جلبهار، سيدهم وتجرسهم. الكرباج بيطلع المال المخفي، الكرباج بيخلي الأقرص ينطق والمستخبي يبان وما عليهوش أمان. وهتزود إيه كمان؟ زكاة التجار، بيكسبوا كتير وبيخبوا مكاسبهم. وهزود كمان المكوس على كل حاجة، على وفاء النيل
وعلى التجارة والبضاعة الواردة من طريق الحرير، وكمان هزود المكوس على بيوت الانشراح والنعناشة وضمنة المغالي، هتلف وتحط في خزنة السلطان وتنقص ايه يا ابو العجايب؟ الحاجات اللي بلاش لزوم، العسل والسمن، الصابون والشمع والكتاتيب، كل دي حاجات ملهاش لزوم. اتفضل، العرش فاضي. أنا أبو البدع. الظاهر إن كلكم زي بعض، معدن واحد، معدن خسيس. لا 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 لا، أنا صنف جديد، لو خليت في جيب واحد درهم ما بقاش خنصوة. أعوذ بالله، أنتم عايزين الناس تكرهكم أكتر من كده؟ أهل البلد كارهينكم وأنتم بتكرهوا بعض وخايفين من بعض، ما بقاش فيكم لا قطس ولا بيبرس. الظاهر إن أخرتكم قربت يا مماليك. الظهر يا سلطان. معقول يا ستنا؟ معقول هتنزلي في الشوارع والساحات بنفسك؟ من بكرة هلف المحروسة ساحتها وشوارعها، ما هو لازم نلم الناس عشان ساعة الجد يبقى ظهرنا محمي ومعانا أكبر عدد نعوض بيه سلاحنا البسيط. احنا معناش خيول ولا فرسان متدربين زي عساكر المماليك. طب ما نطلع احنا كمان، ما هو مش معقول هنسيبك تطلعي لوحدك. يحميك يا عزة، بس انتي وخالد ويوسف واحمد وشركوا معروف للبصاصين، مش عايزين ندي فرصة للمماليك ينقصوا مننا حد. طيب تفتكر يا ستنا ان الناس ممكن تتجمع؟ انتوا ناسين ان اي مواجهة مع المماليك في الساحات والشوارع كانت الناس بتقف ومن غير سلاح. دول ياما ساعدونا واحنا بنعبي المماليك في الشولة. والستات اللي كانوا بيرموا القلل من المشربيات على دماغ المماليك فيوقعوهم من على الخيل. أنا بعد إيماني بالله سبحانه وتعالى مؤمنة بالناس أصحاب البلد الحقيقيين، واثقة فيهم من غير حدود. أعذرني يا عم عيسى، ما كانش المفروض أتكلم معاك في الموضوع ده، لكن أعمل إيه؟ مش قادر. الجبان اللي اسمه إدريس ده أنا مش هسيبه، إن شاء الله حتى حبل المشنح يكون ملفوف حول الرقبة. طب اهدى يا رضوان، اهدى وخلينا نحط شوية عقل في كلامنا. عقل؟ هو خلى فيه عقل؟ ابن حمزة لازم يقف عند حده. سبحان الله، أنا من ساعة ما عرفتك وانت هادي ومتسامح، ايه اللي غيرك يا رضوان؟ لا لا يا عم عيسى، لما الأمور توصل للشرف والعرض يبقى مفيش هدوء. لا ده مش عايز يسيبنا في حالنا، مش عايز يسيبنا في حالنا. معاك حق في كل اللي بتقوله، لكن لازم نوزن الأحوال ونشوف إيه اللي ممكن نعمله النهاردة وإيه اللي لسه بدري عليه، على الأقل لحد ما يرجع عمك خليل ونشور عليه. مش قادر، مش قادر يا عم عيسى، عايز أشرب من دمه النهاردة قبل بكرة. بص للخالة صابرين وتعلم منها الصبر والحكمة، لا هتار عند إدريس وأبوه، لكن لسه لما يكون الأوان على رأي ست البهليل. والله أنا طول عمري بسأل نفسي، هي خالة صابرين هتفضل ساكتة كده وكاتمة بنفسها لحد ما تموت بحسرتها؟ لا يا رضوان، الخالة صابرين مستنية يومها. يا طول صبرك، يا طول صبرك يا خالة صابرين. عارفة انها قبل ما تضرب ضربتها لازم تحسب قوتها وقوة عدوها. كلام في سرك؟ جالي واحد من اصحابنا الفلاحين يزورني، قال لي على اخبار قلقتني. اخبار ايه؟ الملعون اللي اسمه ادريس راح لوالي الجيزة وطلب منه تجريده عسكر تبقى تحت امره وقريبه منه، ده غير الحرس اللي مالي الدنيا حواليه، مش بس التابع بتاعه اللي اسمه نعمان، لا ده مش اقل من 10 كمان. يبقى لازم نخطط ونحسبها كويس ونعرف هنوصل له ازاي. هوصل له، هوصل له يا عم عيسى، ان شاء الله يكون حتى في وسط 1000 نفر هوصل له، ان شاء الله يكون اخر يوم في عمري.
عزة وجاية لوحدك المرة دي ولا مع بقية العيلة؟ لوحدي. ومش خايفة؟ أخاف من إيه؟ أخاف منك أنت؟ أنت قوتك في حرسك وفي عبيدك، لكن أنت لوحدك ما تساويش أكتر من حشرة على الحيطة. ليه بس كده يا عزة؟ ليه بس كده؟ ده أنا طول عمري بقول عليكي بنت رقيقة وناعمة تستاهلي تعيشي في قصري وتتلفي في حرير. آه، وعشان كده عملت فيا اللي عملته، مش كده؟ خلاص يا عزة خلاص، دي كانت ظروف والظروف اتغيرت. تعالي بس شوية عن الباب، في كلام مهم عايز أقولهولك. عزة، أنت عارفة أنا بعزك إزاي. احترم نفسك، بدل ما أقسم بالله العلي العظيم أكسر كلام ستنا وأدشدش القلة دي فوق دماغك وأوصلك بسرعة لعذاب الآخرة. بس يا عزة يا أخي، حاول تبقى كويس مرة واحدة في حياتك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. اطفح بالسم الهاري. ليه؟ ليه بس كده؟ ليه؟ ليه؟ انت ازاي تعملي كده؟ ايه اللي وديكي عند الحيوان ده لوحدك من غير ما نكون معاكي؟ انا ما كنتش لوحدي، انا كان معايا عبد القوي. كده من غير ما تاخدي اذني؟ ما انت ما كنتش هتوافق. طبعا، لانك عارفه انك بتعملي حاجه غلط. ايه، صعب عليكي رايحه تواسيه؟ ولا يمكن تكوني استلطفتيه؟ بعد اذن ستنا. خالد، ما تخليش غضبك يجرح عزه، هي مش ناقصه. ستنا زليخه معاها حق، انا كنت معاها وبظلم وبظلم بيعذبها عشان يعرف مكان خليل. يلا روح صالحها، مش عايزين الحاجات الصغيرة تلهينا عن الهم الكبير. كلنا لازم نبقى واثقين في بعض، لأن دي فرصتهم يفرقوا أهل البلد عن بعضهم. أمال البصاصين شغلتهم إيه؟ مظبوط كلامك يا ستنا، دول مش بيوصلوا معلومات واخبار بس، لا، يرموا اشاعة هنا، يبخوا سم في ودن واحد هناك، والاهالي يقعوا في بعض والمماليك يتربعوا مستريحين. اظن الحكايه بقت واضحه كده يا خالد، كان من حق عزه انها تتشفى ولو شويه في الكلب بظلم. ومش عزه وبس يا ست البهليل. عموما خلينا في موضوعنا، تشفي له اوان. من الاول وانا عارف ان الكلام على الاشكال دي مش هيجيب نتيجه، احنا لازم نعتمد على نفسنا. ما تخليش حقك في اخذ طارك من بظلم يسبق حق الناس. ما انا لازم اخد طاري. لا يا خالد، ده تفكير اناني. احنا لازم ننسى كلنا مصالحنا الشخصيه ونعمل اللي في مصلحه الكل. ايه ده، احنا من امتى بنكلم بعض بالاسلوب ده؟ ايه يا عبد القوي، اصحى. لا مؤاخذه يا ستنا، السماح. عفوك يا ست البهليل. مش ممكن يكون ده اللي بيقصده خالد، اكيد قدر يوصل لمعلومات من حته تانيه تخلينا نستغنى عن بظله. حصل يا خالد؟ حصل يا ستنا، حصل. كويس قوي، بس حتى المعلومات اللي تقدر تجيبها من بره ما تخليناش نخسر اللي ممكن ناخده من بظله. ولا ايه يا عبير؟ معلوم يا ست البهليل، معلوم. والاهم من ده كله بقى ان والي القاهره الجديد بيحاول يستعمل اساليب جديده عشان يسيطر على البلد، ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب، وده الاخطر اللي لازم نعمل له الف حساب.
يا رب يا ساتر. السلام عليكم. ازيك يا خاله صابرين؟ احنا عرفنا انك بعافيه شويه، قلنا نيجي نطمن عليكي. يسلمكم وينتفع بعلمكم الخلق بحالها. تعبانه قوي يا خليل يا ابني، جنب النهارده شادد عليا قوي، حارمني النوم، بس انا ما رضيتش اقول لفاطمه ولا رضوان، قلت اسيبهم يسعوا على رزقهم. شده ونزول ان شاء الله يا خاله. يظهر ان سليمان محتاجني، عايز نرقد جنبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاطمه محتاجك يا اكتر يا خاله. يا خوفي على فاطمه من بعدي. ايه الكلام ده بس يا خاله؟ فاطمه في عزمه راجل بيحميها، اطمني عليها. بس انا عرفت ان الخسيس ادريس ابن الخسيس حمزه راح للوالي ملاله جيبه وخد منه امر يطلعكم البلد. مين بقى اللي هيقف جنب فاطمه؟ رضوان اللي حالته قليله وقلبه منكسر. محدش فينا هيسيبهم حتى لو ادى الامر ان احنا نموت هنا. وانت يا خاله ربنا يديك الصحه والعافيه وتفضلي جنبهم وحاميهم. انا قلبي ما يكتبش ابدا، انا خلاص رايحه لسليمان. ها؟ بعد عمر طويل يا خاله. بس انا مش عارفه لما اروح له هقول له ايه؟ مين اللي هياخد بطاره؟ احنا يا خاله، احنا وكل رجاله ميت جوعينا وكل رجاله مصر المحروسه. دول طريقين يا ابني مش طريق واحد. بس انا اللي كانت معاك جرح وسكت العمر كله. ومن غير ما تتكلمي يا خاله، بس ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وانت يا عيسى عارف يا خالة، عارف الطاول، طاول البلاد مين؟ عمل ايه بصابرين؟ قبل طاول الفيران ما يعمل عملته في سليمان. انت تعبانة يا خالة، والكلام هيتعبك أكتر. وإحنا أقسمنا يا خالة إن إحنا مش هنسيب ميت شهينة قبل ما نطمن على فاطمة ورضوان. الخسيس اللي بيطاردكم احنا اقوى منه وربنا يقدرنا عليه يا خاله. دول وراهم عسكر ووحلي ومماليك زي الوحوش. بس احنا معانا رب الانام اللي لا بيغفل ولا بينام. الطاعون 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 في الطاعون خلى الحجر يدور 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 لحد ما يطحن الطاعون. الطاعون مال الطاعون. ابعد الفيران عني، ابعد الفيران، ابعد الفيران عني. الطاعون ابعد الطاعون. أنا فين؟ ها؟ أنا فين؟ أنا مين؟ أنا بظلم، أنا بظلم، أنا والي القاهرة، أنا أهم من السلطان، مش أنت، مش أنت يا كلبة يا عبير اللي تطعني سيدك بالحنجر. مش انتي مراد.
يا مراد خلاص انا هجوزك عبير، ايه رايك؟ ها خليكم معايا، ها ده انا حاضر. ايه مجوهرات؟ مجوهرات كله يقول لك مجوهرات دي حبيبتي. اه دي حبيبتي المجوهرات. لا دي فيها وفاء اكتر من البني ادمين. ابيعها لما احب ابيعها واشتريها لما احب اشتريها. ما تخنيش البني ادميني ولا كلب خانه. مراد راح اسيبك مظلم يا مراد مراد مين اللي هيلحقك؟ ده انت اللي هتلحق مراد، وزي ما بتقول ستنا زليخة كل شيء بأوان. خد